مراسلنا من البصرة مصطفى الشمري ينضم إلينا الآن. مرحبا بك مصطفى، ما الجديد؟ ما هي آخر التطورات حول ملف هذه الجريمة التي هزت البصرة؟ يعني هذه الجريمة المروعة التي هزت محافظة البصرة منذ يوم أمس، نحن مرابطون لكل تفاصيل القضية حتى لساعات متأخرة من الليل. يعني هذه الحادثة، أكثر من 10 أشخاص من داخل المنزل، ورب الأسرة يعني يقتل نفسه بعد أن ينتحر ويقتل نفسه بعد أن قتل جميع أفراد عائلته. هنالك روايتين متضاربتين ما بين رواية الأجهزة الأمنية وبين رواية ذوي الضحايا. ذوي الضحايا يقولون أن رب الأسرة لم يمر بضائقة مالية، وهنالك من قام بقتله من خلال وجود آثار إطلاقات رصاص قد جاءت من خلف الضحية، وأيضا الضحية قد عندما قدم على قتل عائلته هنالك أكثر من 30 إطلاقة. هذا يعني أن هنالك من قام بقتل هذه العائلة ورب الأسرة. أما الرواية الأكيدة بحسب ما صادنا القصر المطلع بعدما تباحثنا وتوصلنا إلى مصادر خاصة، قالت هذه المصادر أن رب الأسرة يعمل مقاولا لبناء المنازل، وقد أخذ أموالا من المواطنين وسلمها لشخص آخر يعمل معه في العقار، وهذا الشخص الآخر قد أخذ الأموال وهرب إلى جهة مجهولة. ما أصاب هذا الشخص المقتول المجني عليه عباس ضغوط نفسية ومالية، ما اضطر إلى أن يتصل بصديقه ويخبره أنه سوف يقتل عائلته، وأخبره أنه عليه أن يخرج زوجته الثانية التي تحمل الجنسية السورية ويخرج بها خارج العراق، وأنه سوف يقتل عائلته. بالنتيجة هذه المصادر الخاصة التي وصلتنا من الجهة الأمنية وحتى من مصادر مقربة أن الضحية قد أقدم على قتل نفسه، على قتل عائلته وقتل نفسه بعد المرة بظروف مالية صعبة وبظروف نفسية خطرة. بالنتيجة اليوم هذه الحادثة قد هزت محافظة البصرة. ماذا عن رواية الأهالي؟ الأهالي ربما هناك كثر من شككوا برواية أو احتمالية الانتحار، هل ما زالت ردود الأفعال عند هذه النظرية التشكيك في هذا الأمر؟ يعني زميلي قبل ساعات كنا في الطب العدلي يعني متابع تسليم الجثث إلى الأهالي من قبل أهالي الضحية وجميع المقربين. لا زالوا مصرين أن هذه الحادثة، أن الأب لم يقم بفعلته وقتل عائلته وينتحر، بل هنالك من قام بقتل العائلة وقتل نفسه. لليوم عندما ننظر إلى الحادثة جميع المتواجدين في غرفة واحدة، جميعهم في مكان واحد، يعني أشقاء المقتول وأيضا ابنة المقتول وطفلة رضيعة، هذا بحسب ما قالوا يعني أهل الضحية، هذه من المستحيل أن يقدم الأب على قتل هؤلاء المتواجدين دون أن تحصل أي حركة من قبلهم. لكن نتيجة اليوم نحن دائما يعني نأخذ المصادر الرسمية من الجهات الأمنية، ولغاية الآن لم يتم يعني إيضاح توضيح حقيقي من قبل هذه الضحية من قبل الجهات الأمنية الخاصة، لأن اليوم في يوم أمس يعني كان هناك قابل تحقيق قضاء شرطة العرب متواجد على في أرض الواقع وتكلم لنا وقال سوف نعلن لكم عن كافة مجريات الحادثة خلال بعد أن نتأكد من هذه. هل تحدثوا عن توقيت معين؟ نعم زميلي، يعني لدي مصادر وحدثتني هذه المصادر أن صديق الشخص المقتول الذي اتصل به وقال له عليك أن تخرج زوجتي خارج العراق تم يعني توقيفه في أحد مراكز الشرطة، وأفاد به وأدلى بإفادته للسلطات الأمنية أنه قد اتصل به المقتول وحدثه بما حصل معه قبل وقوع الحادثة والجريمة. في اليوم لا زالت لغاية الآن خيوط الجريمة غامضة. للأسف القوات الأمنية والسلطات الأمنية والحكومية امتنعت عن التصريح وامتنعت عن توضيح مجريات الحادثة. الكل ربما هنالك الكثير والعديد من الروايات داخل المدينة، هنالك مواقع التواصل الاجتماعي تروج كما تريد وتصنع كما تريد، لكن يعني بحسب خيوطنا وما جمعناه من مصادر خاصة وموثوقة أن الذي الشخص الذي قام بقتل نفسه والرواية الحقيقة أن الشخص قام بقتل نفسه وقتل عائلته
بعد أن أصبحت عليه ضغوط مالية وضغوط نفسية، ونحن سوف نتابع في الساعات القادمة والأيام القادمة مجريات هذا الحادث. ولغاية الآن عائلة الضحايا لم يقوموا بنصب العزالي لأهالي الضحايا. أيضا هذا يجعل لنا باستفهامات كثير، لماذا لم يقوموا بإقامة عزاء ومجلس عزاء في هذا؟ نعم. شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من البصرة مصطفى الشمري.